لو بدأت معك دكتور برهان بسؤالي عن بدايات الثورة السورية، يعني من المعروف أن الثورة يعني في مجتمع ما عندما تقوم ثورة هذه إشارة أنه في مشاكل معقدة جدا حدثت بها المجتمع هذا، وكان في محاولات من رواد الإصلاح للإصلاح ولكن كل بائد بالفشل، فكان لابد من ثورة يعني تقلب الطاولة على السلطة الموجودة بهالبلد. بدي أعرف من الدكتور برهان غليون وهو مدرس في علم الاجتماع، ما هي الأسباب البعيدة والقريبة للثورة؟ وشو هي يعني شو هي المشاكل اللي كانت موجودة وحاولنا نحلها؟ شو هي المحاولات اللي طرحت من قبل المعارضة السورية للحل وباءت بالفشل، حتى شفنا أنفسنا بآذار 2011 بحاجة ثورة شعبية؟ طيب، هلا يعني نحن مو أول مجتمع وأول شعب طبعا عاش ثورة. نحن يمكن هاي أول مرة منعيش ثورة، يعني جيلنا على الأقل، ويمكن من أكثر من قرن ثورة اجتماعية بالمعنى الحديث للكلمة، يعني جمهور شعب بينزل بيقول نحن موجودين وإنا أهداف وبدنا الحرية وبدنا احترام كرامتنا، يعني احترام حقوقنا اللي بتنتهك حقوق وما عنده كرامة. شو هي الحقوق اللي خلت الناس يضحوا بأرواحهم؟ يعني اللي صار في تضحيات هائلة بالثورة السورية، وقت المشاكل بتتفاقم على كل الأصعدة الاجتماعية والثقافية والفكرية اقتصادي إلى آخره، بصير في شحنة من عدم الرضا. خليني أقول بتكون دافع للحركة، دافع للتضحية مشان التغيير. أهم شيء بكلمة الثورة اربطوها فيها مباشرة هي التغيير. ليش بصير التغيير هوس وهاجس عند الناس؟ لأنه وقت اللي بتضل نخبة حاكمة وطبقة حاكمة خلال 10 سنين و20 سنة و30 سنة و50 سنة، بصير في عدم تداول، بصير في احتكار لكل الموارد اللي بيضم المجتمع، يعني للمناصب وللمال وللثروة وللجاه وللسمعة وللاعتبار، كله بصير محتكر من قبل طبقة لا تتغير، والناس قاعدين عم يتفرجوا عليها. وانتم يعني فكروا شوي شو صار بسوريا، هو هيك الناس قاعده عم تتفرج، وهن بيطلع واحد بينزل واحد، بيطلع الاب بيجي الابن بيحكمه، بيطلعوا على التلفزيونات بيسافروا، والعالم قاعدين كانهم يعني نكره، ولا لهم قيمه ولا لهم حقوق ولا لهم كرامه، بس قاعدين يصفقوا لهم يتفرجوا عليهم مثل ما بيعملوا اعضاء البرلمان السوري، يعني اللي هن بيمثلوا تماما نوعيه النظام. بمعنى في انسداد في ما خلينا نسميه في التداول، ما بس على السلطه، التداول على المناصب على الاعتبار، يعني في عدم تكافؤ فرص مطلق، وفي سد امام اي امكانيه لانه واحد يصير عنده فرصه يطلع تاني ينزل. هذا اللي بسموه بعلم الاجتماع الحراك الاجتماعي، يعني في دائما فرصة عند الشباب انه يطلعوا، في عندهم امل انه يحسنوا وضعهم، في عندهم اللي صار ببلادنا واللي هو بصير في كل البلاد اللي بصير فيها ثورة، هو هالامل بانه انا غير شرط وجودي وانه في عندي فرصة لاطلع، بسموها في اسانسور بحسن اطلع منه وقت اللي بكون بعمل جهد بشتغل الى اخره، وقف، ما عاد في إمكانية، ما عاد في حراك اجتماعي، ما عاد في أمل، ما عاد في مستقبل. بدك تخضع أنت لإرادي مفروض عليك بالقوة، مش لأنه الآخرين أكفأ منك، لأنه عندهم صار سيطرة على أجهزة الأمن وأجهزة الجيش وأجهزة الشرطة، يعني على أجهزة القمع والعنف، بهالأجهزة بسكتوك وبخرسوك وبياخدوا حقوقك، يعني حقوقك، وبالتالي بيستشرد فساد دون حسيب الأوراق. تماما، الفساد هو تعبير عن انتهاك حقوق الآخرين، يعني اللي بيسرق الآخرين اللي قاعدين ما عندهم قدرة أنه يواجهوا السرقة، المسؤولين الكبار ولا. فبهالتراكم هالشيء هذا كله، شعور بعدم إمكانية بوقف التداول، مثل البي إذا بقيت بتصير مستنقع، صارت الحياة مستنقع وصارت ريحة النظام طالعة وصارت ريحة الفساد وكذا.
بدي أقول أنا الشحنة للانتفاضة، الشحنة للانطلاق موجودة عم تتراكم من عقود، مش اليوم، لأنه الشعب عم يخسر ويضطهد وتنتهك حقوقه من زمان. إنما الشرارة اللي فجرت الثورة هي الربيع العربي، هي تونس ومصر. ليش؟ لأنه عطوا مثال فجأة، شو اللي مخلي الناس كانت تسكت؟ الخوف. كان مجتمع الرعب والترويع، والمخابرات شو إلى دور؟ تروع الناس مشان ما يرفعوا راسهم. وقت شافوا السوريين بالبساطة اللي راح فيها 17 يوم، راح بن علي وبعدين وبنو قليل يعني رئيس جمهوري وبعدين مبارك، لأنه الناس نزلوا بتظاهرات سلمية بالساحات وفرضوا التغيير، اكتشفوا تقنية جديدة ما بتكلف شيء. يعني ما بزمان عملوا ثورات وانتفاضات السوريين ومات فيها ناس كتير، شباب كتير يعني أكثر من مرة، اكتشفوا أنه في وسيلة، اكتشفوا منهج، اكتشفوا أنه في منهج بسيط وسهل وقادرين كلنا ننزل على الشوارع ونعمل مثل ما عملوا التوانسي والمصريون، غير النظام. هذا اللي أشعر.